بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي جريد 6، أهلا وسهلا بكم. معكم مستر هيثم فاروق لشرح درس Geometric Transformations Translation in the Coordinate Plane for the 6th Primary Second Term. تعالوا نشوف درس النهاردة اللي هو Translation in the Coordinate Plane. الأول لازم نعرف حاجة مهمة جدا، إن الترانسليشن بينقل أي نقطة ولتكن مثلا بوينت A لبوينت A داش زيها بالظبط، وبينقل كمان أي لاين سيجمنت ولتكن AB برضو للاين سيجمنت زيها بالظبط A داش B داش. وعايز أقول حاجة، الترانسليشن بيحافظ على الباراليليزم وبيحافظ على الكونجرانسي. يعني لو عندي فيجر وليكن تريانجل مثلا وعايز اعمل له ترانسليشن، هيطلع برضو الايمج بتاعه نفس التريانجل، والتو تريانجلز بيكونوا كونجرانت، وايتش سايد از بارلل تو ذا اوبوزيت سايد. يعني في حاجات اساسيه، الاوريجينال بوينت والترانسليشن والايمج. طبعا الاوريجينال بوينت اللي هي النقطة الأصلية هنقلها بالترانسليشن، هيطلع لها ايمج صورة زيها بالظبط. تعالوا نشوف ازاي. لو عندي بوينت A 5 و 3، الفايف طبعا انا عارف انها الفيرست كوردينيت والثري هي السكند كوردينيت. طبعا الفايف بنمشي to the right 5 units، والثري second coordinate بنطلع لفوق 3 units up. point A 5 و 3 عاوز اعمل لها translation x plus 1 y minus 6. طبعا كل الكلام ده كله ما يهمنيش في حاجة، اللي يهمني النمبرز. الترانسليشن بتاعنا بوزيتيف 1 ونيجاتيف 6 اهو، يعني اقدر اختصر كل الكلام ده كله للاوردر دبير ده. الترانسليشن بتاعنا بوزيتيف 1 ونيجاتيف 6. عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا، الايمج علشان اجيبها بعمل الاوريجينال بوينت بلس الترانسليشن، يعني هعمل الاوردر دبير ده بلس الاوردر دبير ده. الايمج هي الوحيده اللي بتيجي بالبلس، لكن اي حاجه في الاثنين دول اذا كانت الاوريجينال بوينت او الترانسليشن بتيجي بالماينس. بعمل الايمج ماينس الترانسليشن علشان اجيب الاوريجينال بوينت. طب لو عايز الترانسليشن هعمل الايمج ماينس الاوريجينال بوينت عشان اجيب الترانسليشن. دلوقتي هو مديني الاوريجينال بوينت ب 5 و 3 ومديني الترانسليشن ب 1 ونيجاتيف 6 وعاوز الايمج. تعالوا بقى نشوف، ها هناخد الفيرست كوردينيت مع الفيرست كوردينيت 5 بلس 1، وناخد السكند كوردينيت مع السكند كوردينيت 3 مع النيجاتيف 6 بالمنظر ده 5 بلس 1 و 3 بلس نيجاتيف 6. 5 بلس 1 ايكوال 6 و 3 بلس نيجاتيف 6 ايكوال نيجاتيف 3. يبقى الايمج بتاعتنا طلعت 6 ونيجاتيف 3. اقدر اقول له ان الايمج هي A داش 6 ونيجاتيف 3. برافو عليكم. تعالوا نشوف الأسئلة على درس النهاردة. أول سؤال بيقول لي complete. Number A: the image of the point 2 and 5 by translation positive 2 positive 1. طالب مني الإيمج. طيب الإيمج بتيجي إزاي يا مستر؟ برافو. بعمل الاوريجينال بوينت بلس الترانسليشن، هاخد الفيرست كوردينيت وذ ذا فيرست كوردينيت، ذا سكند كوردينيت وذ ذا سكند كوردينيت، بمعنى اصح هنعمل 2 بلس 2 و5 بلس 1. تمام. طب 2 بلس 2 ايكوال 4 و5 بلس 1 ايكوال 6، يبقى الايمج طلعت 4 اند 6. برافو. كويستشن نمبر بي: the image of the point 3 and 2 by translation positive 3 and negative 2. يلا يا حلوين، خلاص بقت سهلة.
هاخد ال first coordinate with the first coordinate and the second coordinate with the second coordinate. 3 plus 3 and 2 plus negative 2. تمام. 3 plus 3 6. 2 plus negative 2 equals 0. يبقى ال image طلعت 6 و 0. Very good. Question number C. بيقول لي the image of the point negative 5 و 4 by translation positive 4 negative 5. خلاص عرفنا الطريقة. The first coordinate with the first coordinate, second coordinate with the second coordinate, negative 5 plus 4, 4 plus negative 5. تمام. Negative 5 plus 4 تديني negative 1. 4 plus negative 5 برضو negative 1. طلعت الايمج negative 1 ونيجاتيف 1. شطار. طب نشوف question number D. بيقول لي the image of the point negative 1 و 3 by translation 2 ونيجاتيف 3. First coordinate with the first coordinate. Second coordinate with the second coordinate. Negative 1 plus 2 with 3 plus negative 3. Negative 1 plus 2 يديني positive 1. With 3 plus negative 3 راحوا مع بعض طبعا بزيرو عشان دول additive inverses. يبقى الانسر هيطلع ايه؟ هتطلع الايمج شطار. هتطلع ب 1 و 0. برافو عليك. تاني سؤال عندنا النهاردة بيقول لي choose the correct answer. Question number A. The image of the point 3 and negative 2 by translation 4 and 2. طالب مني الايمج. يبقى انا هعمل برضو plus first coordinate plus first coordinate والسكند coordinate plus second coordinate. يعني 3 plus 4 ونيجاتيف 2 plus 2. 3 plus 4 7 ونيجاتيف 2 plus 2 equal 0. يبقى الانسر هيطلع 7 و 0 اللي هي الانسر number B. Very good. اللي هي ايه؟ 7 and 0. Very good. Question number B. بيقول لي if x and y is the image of the point 3 and negative 2 by translation 1 and 3 then the point x and y equal what? هو بيقول لي ان ال x وال y دي هي الايمج. يعني عاوز مني ان انا اجيب له الايمج. اعرف له ايه هي الايمج. طبعا الايمج بتيجي ازاي؟ first coordinate plus first coordinate second coordinate plus second coordinate. هعمل 3 plus 1 ونيجاتيف 2 plus 3. 3 plus 1 4. نيجاتيف 2 plus 3 بوزيتيف 1. يبقى الانسر هيطلع 4 and 1 اللي هي الايه؟ الانسر نمبر D. 4 and 1. Very good. Question number C. بيقول لي the image of the point 4 and 7 by translation positive 1 and negative 2. برضو طالب مني الايمج. يبقى الفيرست كوردينيت بلس الفيرست كوردينيت والسكند كوردينيت بلس السكند كوردينيت هيبقى 4 بلس 1 و7 بلس نيجاتيف 2. 4 بلس 1 5 و7 بلس نيجاتيف 2 برضو ب 5. يبقى الانسر هيطلع 5 اند 5 اللي هي انسر نمبر سي. 5 اند 5. اكسلنت. برافو عليك. كويستشن نمبر دي بيقول لي ذا ايمج اوف ذا بوينت نيجاتيف 1 اند 2 by translation of magnitude يعني مقدار of 3 units in the positive direction of the x axis. ترجم يا مستر. عاوزني اجيب الايمج للبوينت نيجاتيف 1 و 2 بترانسليشن مقداره 3 units في ال positive direction of the x axis. ال x axis ده اللي هو الفيرست كوردينيت. يعني الفيرست كوردينيت هيزيد كام يونت؟ 3 units. بوزيتيف طبعا هو ايه اللي بالبوزيتيف. طيب السكند كوردينيت كده مش مديهون يا مستر. السكند كوردينيت كده عندي كونستانت بزيرو. يبقى الترانسليشن بتاعنا هيبقى ايه؟ بوزيتيف 3 وزيرو. برافو. طب يلا نعمل المساله. ادي عندي الاوريجينال بوينت وادي عندي الترانسليشن. طب يلا فيرست كوردينيت بلس الفيرست كوردينيت والسكند كوردينيت بلس السكند كوردينيت نيجاتيف 1 بلس 3 و2 plus 0. Very good. Negative 1 plus 3 equal positive 2. 2 plus 0 equal 2. يبقى الانسر هيطلع ايه يا شطار؟ فعلا هيطلع 2 and 2 اللي هو انسر نمبر B. 2 and 2. نكمل السؤال الثاني. Question number E بيقول لي the image of the point negative 3 و 4 by translation of magnitude of 4 units in the negative direction of the y-axis. دلوقتي بقى بيقول لي المقدار بتاع الترانسليشن بتاعنا 4 units.
في النيجاتيف دايركشن للواي اكسس. يعني ايه يا مستر؟ يعني ها الفيرست كوردينيت بزيرو والسكند كوردينيت هو اللي هيبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 4 شطار. يبقى الترانسليشن بتاعنا زيرو ونيجاتيف 4. تعالوا نعمل المساله ها فيرست كوردينيت بلس الفيرست كوردينيت اند ذا سكند كوردينيت وذ ذا سكند كوردينيت هتبقى نيجاتيف 3 بلس زيرو اند 4 بلس نيجاتيف 4. نيجاتيف 3 بلس زيرو ايكوال نيجاتيف 3. 4 بلس نيجاتيف 4 راحوا مع بعض بزيرو. يبقى الانسر بتاعنا هيبقى نيجاتيف 3 اند 0 اللي هي الاجابه نمبر A. برافو. نيجاتيف 3 اند 0. فيري جود. كويستشن نمبر اف بيقول لي if A dash is 3 and negative 3 is the image of point A by translation negative 1 and negative 4 then find the point A. طالب مني ان انا اجيب الاوريجينال بوينت، واحنا قايلين في الاول ان الاوريجينال بوينت بتيجي ازاي يا شطار؟ بتيجي ها بعمل الايمج ماينس الترانسليشن. شطار، يبقى انا هعمل ال 3 ماينس نيجاتيف 1 وهعمل النيجاتيف 3 ماينس نيجاتيف 4. برافو. طب عارفين كويس قوي ان النيجاتيف بتدخل على النيجاتيف بتقلبها بوزيتيف، نيجاتيف النيجاتيف بوزيتيف، يبقى 3 نيجاتيف نيجاتيف 1 هتبقى 3 بوزيتيف 1 اللي هي ايكوال 4. طب نيجاتيف 3 نيجاتيف نيجاتيف 4 النيجاتيف هتخش على النيجاتيف 4 هتحولها لبوزيتيف 4. نيجاتيف 3 بوزيتيف 4 هيديني بوزيتيف 1. هيطلع الانسر ها 4 اند 1 اللي هو ايه؟ الانسر نمبر بي. فيري جود. 4 اند 1. كويستشن نمبر جي. The image of the point 2 and the negative 1 by translation of magnitude 3 units in the positive direction of y axis. دلوقتي يا مستر الماجنتيود بتاعنا 3 units in the positive direction لل y axis. يبقى الترانسليشن بتاعنا طبعا ايه؟ ها؟ الفيرست كوردينيت هيبقى بزيرو شطار، والسكند كوردينيت هيبقى ببوزيتيف 3 شطار. طيب تعالوا نجيب الايمج. الفيرست كوردينيت وذ ذا فيرست كوردينيت، سكند كوردينيت وذ ذا سكند كوردينيت، ها هيبقى 2 بلس 0 ونيجاتيف 1 بلس 3. 2 بلس 0 ايكوال 2، نيجاتيف 1 بلس 3 ايكوال 2. ها then the answer is ها 2 and 2. very good اللي هو الفيرست انسر. question number h. the image of the point 3 and 0 by translation of magnitude 3 units in the negative direction of the x axis is what. دلوقتي مديني الماجنتيود بتاع الترانسليشن 3 يونتس في النيجاتيف دايركشن للx axis، يعني ها هيبقى 3 دي بالنيجاتيف. الفيرست كوردينيت عشان قايل لي الx axis الفيرست كوردينيت هو اللي هيبقى نيجاتيف 3، السكند كوردينيت هو اللي هيبقى كونستانت ب 0، يبقى الترانسليشن بتاعنا نيجاتيف 3 اند 0 شطار. طب تعالوا نجيب الايمج. الفيرست كوردينيت وذ ذا فيرست كوردينيت والسكند كوردينيت وذ ذا سكند كوردينيت اللي هي هتبقى 3 بلس نيجاتيف 3 و 0 بلس 0. تمام. يلا يا شطار، نيجاتيف 3 بلس 3 اللي هي ب 0 و 0 بلس 0 ايكوال 0، يبقى الانسر هيطلع 0 اند 0 اللي هو ايه؟ الاوريجينال بوينت. تعالوا بقى نشوف سؤال مهم جدا جدا علشان في رسم. بيقول لي on the opposite coordinates plane، coordinates plane اللي قدامي دي اللي هي اللاتس اللي قدامي شبكة المربعات دي، draw triangle ABC where A is 1 and 1 B is negative 3 and negative 1 and C is 0 and negative 5. عاوزني ارسم ال triangle ABC ومديني ال coordinates بتاعت each point، وبيقول لي then determine graphically its image by translation 5 and 0، وكمان هات لي الايمج بتاعته بالترانسليشن 5 اند 0. تعالوا بقى نكتب الداتا بتاعتنا اللي هو مديها لي. هو مديني بوينت A 1 اند 1، عاوزني اجيب الايمج بتاعتها بالترانسليشن ايه؟ 5 اند 0. ومديني بوينت B اللي هي نيجاتيف 3 اند نيجاتيف 1، وبرضه عاوزني اجيب الايمج بتاعتها بايه؟ بالترانسليشن 5 اند 0. ومديني كمان بوينت سي اللي هي 0 اند 5 اند نيجاتيف 5، برضه عاوزني اعمل لها ترانسليشن 5 اند 0.
طب يلا نجيب الـ A داش الـ first coordinate with the first coordinate 1 plus 5 6 والـ second coordinate with the second coordinate 1 plus 0 1 طلعت الـ A داش بـ 6 and 1 very good يلا بنفس الطريقة نجيب A الـ B داش ها first coordinate with the first coordinate negative 3 plus 5 هيديني positive 2 negative 1 plus 0 هيديني negative 1 طلعت الـ B داش بـ 2 and negative 1 very good طب يلا نجيب الـ C داش ها 0 plus 5 equal 5 negative 5 plus 0 equal negative 5 طلعت الـ C داش بـ 5 and negative 5 دلوقتي بقى جه الدور على الرسم تمام طبعا هنرسم الـ A الـ X axis اللي هو الـ horizontal axis وهنرسم كمان الـ Y axis اللي هو الـ vertical axis طبعا أنا عارف إن الـ vertical axis اللي هو X X داش والـ vertical axis اللي هو الـ Y Y داش لازم أكتبهم علشان لو ما كتبتهمش هنقص عليهم درجات طب تعالوا أنا عارف إن الـ two axes intersected at the original point بيتقطعوا في نقطة الأصل اللي هي 0 0 وانا عارف ان الـ right direction ده اللي هو الـ positive direction تمام ها 1 2 3 4 5 6 7 8 ونيجي بقى للـ left direction of the x axis طبعا بيبقى negative negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 negative 6 negative 7 negative 8 تمام ولازم تكون طبعا الـ distances equal المسافات متساوية طب تعالوا بقى نقسم الايه الواي اكسس طبعا اب بيبقى بوزيتيف داون بيبقى نيجاتيف ها 1 2 3 4 5 6 7 يلا داون ها نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 نيجاتيف 6 نيجاتيف 7 نيجاتيف 8 تعالوا بقى نرسم يلا بوينت A كانت 1 and 1 يعني هنمشي 1 to the right ونطلع 1 up هنحط البوينت بتاعتنا ونكتب جنبها A طيب بوينت B كانت negative 3 ونegative 1 negative 3 دي يعني هنمشي بقى to the right ولا to the left سامع بنوتة شاطرة بتقولي هنمشي طالما negative يبقى to the left negative 3 ونegative 1 يبقى ها up or down هيبقى داون طبعا يا مستر ها يبقى انا مشيت نيجاتيف 3 تو ذا ليفت وهنزل داون 1 واحط البوينت بتاعتي واكتب جنبها بي طب بوينت سي كانت 0 اند نيجاتيف 5 0 يعني هفضل في مكاني هنا لا هتحرك لا رايت ولا ليفت تمام ها هعمل ايه بقى بعد كده قال لي نيجاتيف 5 يعني هنزل ايه داون نيجاتيف 5 هحط البوينت بتاعتي واكتب جنبها سي يلا Let's join the triangle. Huh? Join A and B. Join B and C. Join C and A. This is the original triangle. يلا نرسم الـ image بتاعته اللي هو triangle A-B-C- يلا Point A- اللي هي 6 and 1 huh? 6 to the right and 1 up هنحط البوينت بتاعتنا ونكتب جنبها A- الـB- 2 and negative 1 ها 2 units to the right and the negative 1 down هنحط البوينت ونكتب جنبها B داش C داش 5 and the negative 5 هنمشي 5 to the right and the negative 5 down هنحط البوينت بتاعتنا ونكتب جنبها C داش Let's join the triangle join A داش and B داش join B داش and C داش Join C dash and A dash. This is the image of triangle ABC. وطبعا زي ما احنا شايفين ان ال two triangles are congruent. هلاقي ان ال AB parallel to A dash B dash. ال BC parallel to B dash C dash. ال AC parallel to A dash C dash. زي ما قلنا ان ال translation بيحافظ على الparallelism والcongruency. وفي نهاية درس النهاردة أرجو أنكم تكونوا فهمتوا الدرس كويس جدا with my best wishes and goodbye